اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن هواية اشياء، اهم شيء راح نحكي به هو العراق. ما عندي موضوع معين، عندي موضوع واحد بس هو العراق. انتم راضين بالوضع الحالي؟ راضين باللي دا يصير بالعراق؟ عاجبكم حال العراق هذا؟ اذا عاجبكم اتصلوا قولوا لنا، واذا ما عاجبكم ارجو همين تتصلون بالارقام اللي طالعه جوا وتقولوا لنا ارائكم حول هذه القضية، قضية بلدنا، قضيتنا الأولى والأخيرة وهي العراق. فاصل قصير ونرجع لكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. قبل ما أحكي، سمعتوا الهمام حمودي ايش قال؟ الشيخ همام حمودي يقول الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. ما اعرف يعني، انا اريد اساله، اتمنى يطلع له اعلام مره ثانيه ويوقف بنفس المكان اللي قاعد يخطب به هسه حاليا ويقول هذه الحريه التي تعيشونها. شنو تعريف الحريه بالنسبه له؟ المدن المدمره هي حريه؟ المفخخات والعبوات الناسفه والاسلحه الكاتمه للصوت والقتل والخطف والتهجير والتغيير الديموغرافي هذه حريه؟ صحفي يطلع يحكي له كلمتين ينشال من مكانه هذه حريه؟ تظاهرة يروحون يغطوها إعلاميين، التظاهرة والإعلاميين ينضربون هذه حرية؟ ما أعرف هما حمودي من طلع يقول هذه الحرية التي تعيشونها فقط لأنه إحنا نقول يابا راتب البرلماني وراتب رئيس الجمهورية شقد، هاي حرية؟ هو صدق بكلمة واحدة بس، صدق بكلمة من يقول لا دولة مثلكم أيها العراقيون. نعم أعترف وأبصم له بالعشرة، ماكو دولة مثلنا. الصومال مو مثلنا، الصومال اللي كانت الوحيدة بالوطن العربي اللي بيها مشاكل وقنابل ومفخخات وكتل وما أعرف، هم مو مثلنا. احنا عندنا ميليشيات، ميليشيات تدين بالولاء لإيران، إيران تتحكم بالعراق، أمريكا تتحكم بالعراق، كيان الصهيوني يتحكم بالعراق، بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتحكم بالعراق، الرايح والجاي يتحكم بالعراق، يا هو اللي يريد جاب جيشه وطب العراق بكيفه، داعش طببتوا من اياهم بالقوة، منظمات ارهابية طببتوها بالقوة، ابو مهدي مهندس المطلوب الدولية طببتوا بالقوة، قاسم سليماني طببتوا بالقوة، كلها جاي تحكم، والخسران الوحيد بالمعادلة هاي كلها هو الشعب. ويانا اول اتصال من محافظة بغداد، ام ازهار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك وبياك. بالنسبة للحرية اللي يحكي عنها حمودي. نعم. أو هاي كل هالأنبال اللي حكموا العراق من 2003 إلى هسه، كلهم حقراء، كلهم مجرمين. يعني ما إجا حاكم هو يحكم العراق وهو داعي الى العراق، يريد يحيي العراق، مصدق ويريد يبني العراق. نعم. كلهم اجوا يحكمون يخربون.
من 2003 الى هسه عملوا ما عملوا، لكن الشعب انا بس حايره مثل ما انت حاير. الشعب شلون راضي؟ الشعب شلون قابل على هالوضع؟ ميت من الجوع، الكهرباء ماكو، مي ماكو، المدارس قاعد يأذوهم بالامتحانات، حتى مي ما يلقوهم يشربون هذول يمتحنون. نعم. كل هالأذية والشعب قابل على هالمهزلة اللي هم بيها. نعم. يا شعب انتو يانتا راح تقبلون على هالمهزلة، اذا تقبلون على هالمهزلة راح تجيكم مهزلة اكثر، راح يجيكم العامر اللي حدثناه مع العراق اللي حاربها 8 سنوات، وراح يجيكم المالك اللي دمر العراق 8 سنوات، وراح يجيكم كل الايرانيين الموجودين اللي هم ولايتهم لايران، ما حدا حيدعم العراق لذولا. فانتبهوا يا عراقيين، انتبهوا يا عراقيين، الى متى تظلون انتم خاملين ونايمين واكيد تشربون حبوب مخدره حتى تلهون حياتكم؟ وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. أم أزهار يعني سأل السؤال، تقول الشعب شلون راضي بالحال هذا، ذكرت بعض الخدمات اللي منتهية حاليا بالعراق. ماكو خدمات أصلا بالعراق حتى نذكرها أصلا. فأقول له الشيخ أمام حمودي، يعني لما تقول حرية، إذا أنت كان جوازك مو عراقي وعندك حرية تسوي اللي بكيفك، ما أعرف. أما إذا كان نسأل على راتبك، فراتبك مخيف أستاذ همام أو الشيخ همام، راتبك بالنسبة للشعب مخيف. انت موظف 4 سنوات، شنو الى داعي يصير لك راتب تقاعدي؟ والقانون التقاعدي 20 سنة في اقل حالة مرضية او شيء 20 سنة. انت شو حصلت هذا الراتب التقاعدي؟ ما حد يدري. راتب تقاعدي وجواز دبلوماسي وهو وعائلته ومدى الحياة. اريد اذكر لك شغلة قبل ما ادخل بالحلقة. في زمن الملك او في زمن الملكية بالعراق، اللي اغلب الشعب العراقي ما كان راضي عليها، ويجوز موجودين هواي هسه ما راضين عليها، البرلماني واللي كان جدا المقتدى الصدر في فتره من الفترات، رئيس البرلمان العراقي محمد الصدر، البرلماني لازم يقدم ما يملك الى البرلمان قبل ما يصير بالبرلمان. ممنوع دخول البرلماني في اي مشروع تجاري، ما شاء الله مشاريعكم ماليه العراق ودول الجوار. ممنوع البرلمان يسافر على نفقة الدولة في شيء يخص حياته الشخصية أو عائلته. وما شاء الله من هب ودب من البرلمان سافر هو ومرته وجهاله، وراح سوى لها عمليات تجميل، وراح سوى روحها عمليات تجميل، ودنشوفهم يطبون للبرلمان بشكل تخلص الدورة البرلمانية شكلها مقلوب أو شكلها مقلوب. ممنوع البرلماني يشتغل في الدولة وياخذ راتبين. وممنوع البرلمان مو هسه داعش بزمن الملك، وممنوع البرلماني يحصل راتب تقاعدي. والبرلماني بذاك الزمن موظف دورته 4 سنوات، 4 سنوات تخلص يقولوا له الله وياك، صير انتخابات ويصعدون برلمانيين جدد او يبقون نفس البرلمانيين، لكن موظف الى راتب معين نفقته من الدوله محسوبه. اذا انت تقول حريه هسه وماكو حرية قبل، وهسه انتو تسألون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، راح أقول لك شغلة واحدة. الملك فيصل الأول ابن غازي لما كان أمير ويدرس بالخارج بمدرسة ساندر هيرست العسكرية ببريطانيا، كان أكو احتفالية في فرنسا، وكان عبد الرحمن الخطيب هو رئيس وزراء العراق، أول رئيس وزراء بالعراق، إذا حضرتك تعرفه، وإذا ما تعرفه أنا أقول لك إياه. راح إلى الأمير غازي قال له أكو احتفالية منتدبين بها أني وأنت من الملك فيصل في فرنسا. فالأمير غازي قال لحضرتك لابس عمامة وجبة، المكان اللي رايح له هذه الملابس يعني ما مرغوبة، أريد أشتري لك قاط بدلة مثل هاي. راح اشترى له قاط ب6 دنانير، 6 دنانير سنة 1918 عفوا 23 24، الله أعلم، عفوا اي نعم 28 29، قبل ما يصير ملك. رجع عبد الرحمن الخطيب بلغ الدولة العراقية أنه الأمير غازي اشترى لقاط ب6 دنانير عراقية. استدعي الملك فيصل إلى البرلمان، قال له لراتبك دينارين ابنك اشترى قاط للرئيس الوزراء عبد الرحمن الخطيب ب6 دنانير، تقدر تقول لنا منين جبتها؟
قال لهم أمه نطتها الفلوس، هي مجمعتها ونطت هي. فإذا تحضرتك تقول إحنا نسأل رئيس الوزراء، إحنا نحكي نقول هذا راتبه منين، ذاك جابوه للبرلمان وحاسبوه. فإذا تقول هاي حرية، ترى العراق كانت بحرية قبل ما أنت تنولد أصلا. من الموصل عندنا اللي هيبي، حياك الله. تفضل أخويا. تفضل. يا سلام عليك عم. تفضل حبيبي تفضل، عجوا أنت. إن شاء الله. الله يساعدك أنت عجوا حبيبي، دا أسمع كلش زين، تفضل. حياك الله. أخي الهيبي، أنت طلعت ويانا بالبرنامج، أنا مقدم البرنامج بدي أحكي وياك، تريد تحكي شيء تفضل أخويا. انقطع الاتصال، يبدو انه اكو مشكله، ما اعرف ما ادري وصل صوتي او لا، ما اعرف. فارجع لموضوع الحريه. فالعراق يا اخويا كانت بحريه من قبل ما انت تجي للدنيا، تجيني هسه حريه امريكا اللي جبت لنا اياها على ظهر الدبابه تسميها حريه، تجيني هسه واحد يسال رئيس الجمهوريه فؤاد معصوم راتبك ايش قد وهذا النايم كل شيء ما مسوي، والعراق يوميا بألف مفخخه وألف عبوه ناسفه وألف طفل ينقتل، وتقول لي هاي حريه؟ اعتذر انه اقول لك انت ما فهم الحريه اصلا حتى تحكي بيها. راجع تاريخ العراقي، اكو كتاب انصحك تقراه اسمه تاريخ الوزارات العراقيه، كتاب عبد الرزاق الحسني، اكو بي طبعتين، طبعه للوزارات العراقيه في العهد الملكي وطبعه بي للوزارات العراقيه بالعهد الجمهوري من 58 عفوا اي من 58 الى 68. انصحك تقراه لان هو بي وثائق، راح تشوف الحريه. اكو معاهده سواها نور السعيد ويا بريطانيا، الشعب العراقي مرضى وطلع الشعب العراقي بتظاهره وانسدت بغداد لمده يوم واحد. ورا ما انسدت بغداد طلع نور السعيد قال انا اعتذر، الشعب مرضى بهاي المعاهده، وقع الغاء المعاهده وانتهى الامر. هاي الحريه. الحريه لما كانوا يهتفون عذرا من المشاهدين، بس حتى ابين لك وابين للناس المشاهدين، لما كان يطلع الشعب العراقي بتظاهره ويصيحون بعلو صوتهم نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطانة، وما سوى شيء للشعب، فقط انه كان اكو شغلة ما راضي عليها الشعب، رفع اسعار بوقتها، رجع وقال اللي يريد الشعب يتدلل ونزل الاسعار ورجعها. ثاني يوم طلعوا بتظاهرة قالوا نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة، لا طلعوا جيش ولا ضربوهم ولا اذهم ولا سهم. هاي الحرية والديمقراطية، مو حريتك اللي انت جاي تحكي لي بيها. والله يسألون على راتبي وراتب رئيس الجمهورية. عندنا اتصال من محافظة ديالة، أبو ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الغيور البطل هذا، وحيا الله العامل بالقناة الموقرة. حياك الله أخوي. أخي ما هو كلامه ما هو من ضمن الواقع، لأنه بالفعل كانوا هذا وأمثالة يتذكرون سرادي بالنجف، وكانوا يتذكرون بقمة طهران، وكان عندنا نظام مطني يجوز حق السامع السيد ثلاثة في العراق، همام وهمام، واللي تأثر جدا انه جل العراق اكبر ينادي بس بالمجالس الوطنية، طوالي دمار العراق يا ابل، البارحة من بلاد البارحة من الفلوجة يقول وزير الداخلية هذا عنده مقتلة، لا عزيزي هم دولة ايران، ما فيهم ما حدث لهم سعدون جرمي واحد من البرامج السبع الفاسدين. هذا الشعب يبدو مرتاح، و 15 سنة الشعب يعاني، مي ماكو، كهرباء ماكو، صحة ماكو، الإعدامات بالجملة، الإهانة بالشوارع، بسم الله يا أبا البابا رمضان الكريم، إحنا نجاهل على البركة ما عندنا مي، نحط البلد وحتى عباد وطريحة رمش، ولكن تستاهل ما شاء الله، أنا حال العراقيين اليوم صرت الوحش من الدين، يعني ما ماكو ما الصوت الوطني ما مظلوم أبد. الأخي بالكربلاء الحسين الأخي على هذا وطن واضح، هذا نحط عمار، فقط ناس شتانة ما يحتاج نجاملهم، هذا أبو بابل وأبو بابل، شعب عساس مين يعد نفسه، أخواته ما يغير يكون البلد تجي، نطلب بالله العظيم الشعب، الحكومة أمنت من عندكم ليش؟ ما عندكم ما عندكم قدرة، لأنه هسه الدولة الحكومة ما مليت، لأنه جين بينا وإحنا ساكتين، يقول لك خلينا نطلع وياسين يلا وياسين، يلا قتال ما يهمنا، لأنه جاي عبد يجيب فلوس، ما عندهم كرامات، فأخوان اللي جاي العملية السياسية هو المدفع، لا ما يدري الأخوان، لا تفكر في الثقة
شكرا لك ابو ياسين. يعني هو السؤال الاهم انه اللي ذكرته ام ازهار اللي هو الشعب شلون راضي. يعني اذا نرجع لورا خلينا نرجع فد ل 2003 15 سنه 2003 احنا كنا عايشين، ما نقول احنا ما كنا عايشين، حصار مو حصار كنا عايشين، والوضع اللي كان بذاك الوقت احسن من الوضع هسه. جوي ذولا الاشكولات ما شاء الله عليهم وعلى ظهر الدبابه الامريكيه جابوا لنا تحالف دولي مكون من فوق 60 دولة، طب طب قصفوا وكملوا ودخلوا احتلوا العراق. اتقسمت محافظات العراق بين دول التحالف، اليابان أخذت دولة محافظة، إيطاليا أخذت محافظة، بريطانيا أخذت محافظة، أمريكا أخذت جزء. أمريكا سيطرت على بغداد وسرقت، لأنه هي تعرف خزين الأموال العراقي وين، والصور اللي طلعت من التريلات اللي محملة ذهب عراقي وعليها جنود أمريكان وتهربت للخارج دليل، مو أنا أقوله، موجودة على الإنترنت طلعوها وشوفوها. المهم دخلنا باحتلال، بدأ الجيش الأمريكي يفعل فعائل الشنعاء بالعراق، حادثة ساحة النسور، مجزرة حديثة، صابرين الجنابي، كثير من المجازر حصلت بالعراق. تشكل مجلس حكم انتقالي، شو سوانا كل شي ما سوانا، صارت حكومة اياد علاوي، صارت معركة الفلوجة الثانية، لأنه الأولى الأمريكان ما قدروا يدخلون للفلوجة، جو العراقيين ساعدوهم قدروا يدخلون للفلوجة. كملوا بعد هذا المسلسل اللي صار، جت حكومة إبراهيم الجعفري وبلشت الميليشيات تزيد. إجانا نوري المالكي 8 سنوات، نوري المالكي همينا زيد الميليشيات وطلعوا لنا داعش وطلعوا لنا غيرهم وطلعوا لنا غيرهم، وصارت 1000 مصيبة بالعراق. اجانا حيدر العبادي اللي كل شيء ما استفادينا منه، من نجا الى انا هسه خلص فتره حكم حيدر العبادي، المفروض خلصت انتخابات اكو المفروض صارت وهو المفروض يطلع، بس من اجى للحكومه هو يقول اني اصلاحات، ما شفنا اي اصلاحات. الفضائيين بعدهم شكوا مسؤول عنده 40 حمايه يمكن 10 حقيقيين و30 بجيبه، كل شيء ما شفنا من أداء. وين راح يجي؟ هل هو احسن؟ هم نفس الاشكولات، نفس هالشكولات هاي. بال 2003 لما صار الاحتلال اكو 4 أصناف من المواطنين العراقيين، اكو 2 ما يهموني. ذول الاثنين يا اما واحد مستفاد من النظام السابق وزعل لانه راح تروح فائدته، يا اما واحد متضرر من النظام السابق وفرح لانه هذا النظام راح، تخيل انه راح يجي شيء احسن، ذول عفوهم على صفحه. بس اكو 2 يهموني، يا اما واحد اجى على ظهر الدبابة الأمريكية وهم ذولا الشكولات اللي سيدت جماعة همام حمودي وغيره وشاكلته وحزب الدعوة ونوري المالكي وآياد أحمد الشلبي وآياد علاوي اللي قال أنا أفتخر أشتغل ويا السي آي أي، يا أما واحد فرش ورد للجيش الأمريكي. هذا اللي صار بالعراق. ويجينا هسه يقول حرية، إيش صار وراها؟ هسه أقول لكم إيش صار وراها. كوليرا، حمى نزفية، مي ماكو، يفتحون بوار المي تطلع لهم عقارب وديدان ما أنزل الله بها من سلطان، أمراض جديدة ما سامعين بها بحياتنا، أمية بالعراق اللي قضى عليها العراق بالسبعينات وكان العراق يفتخر بأنه لا توجد به أمية، ونسبة الأمية بالعراق كانت 0، ما شاء الله سجقت. العراق اللي كان يفتخر انه الطالب يتخرج من الجامعة مباشرة يدخل الى وظيفة من الدولة، شوفوا عاطلين عن العمل ايش قد
العراق اللي كان بالسبعينات يدز وفود من الطلاب للدراسة يوميا تندز، يا أما عن طريق الواتساب يا أما عن طريق الفيسبوك، البعثات اللي تدزها الحكومة العراقية وهي بعثات فقط إلى أقرباء المسؤولين وأقرباء القياديين في الأحزاب هم وعوائلهم، ولما يروحون يطلعون أنه عنهم مش قد هم فاشلين ومدى يقدرون يكملون، وشهر وشهرين وثلاثة ويرجعون للعراق حامل شهادة أنه مكمل في الدورة الفلانية في البلد الفلاني، وهو ما يقدر يقدم شيء للبلد، وأكو داخل البلد كفاءات تستاهل تروح إلى أي مكان يريده حتى يتعلم ويجيب شيء زين للبلد، وأمثال من ذولا كثيرين كثيرين. زها حديد الله يرحمها مثال غني عن العمارة العراقية وشهرتها بالعالم، محمد غني حكمت الله يرحمه نحات عراقي لكن منحوتاته موجودة في أغلب بلدان العالم. أبو ناصر من تركيا حياك الله. السلام عليكم سادتي. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك أخي العزيز القناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله. فعلا أستاذ أسأل، يعني أنا أريد أقول بس شنو اللي يعجب المواطن بالوضع بالعراق حاليا؟ نعم. يعني كل شيء بالعراق من 15 سنة ولحد هسه هو من سيء إلى أسوأ. لا ما يصالح للشرب، لا كهرباء، لا زراعة، لا صناعة، لا تعليم. البطالة تمسك بالشباب، المخدرات ملأت البلد. فعلا مثل ما قال هذا الفاسد المعمم أمام حمودي، لا دولة بالعالم مثل دولتنا. لأن هو وجماعته متنعمين بخيرات البلد، والشعب صار يدور بحاويات القمامة على ما يسد به رمق عائلته. وفعلا أكو حرية، يعني حرية موجودة لكن حرية بدون أمان، هذا شيء نعرفه. بأي مكان من أرض العراق الحرية موجودة، ولهذا تشوف الميليشيات المجرمة المستهترة متواجدة بكل مكان. وفعلا ماكو مثل دولتنا، لأن الشعب محروم من كل مقومات الحياة. نعم. الخطف بوضح النهار وأمام ما يسموهم بالقوات الأمنية. لا أبو ناصر، الخطف صار يعني بالعراق غريب عجيب، بحيث الخاطف يطلع بوجهه لا ملثم لا لابس شيء، لا هم يعزلون شايل مسدسه، ويوقف مره بنص الشارع ويهددوها اثنين وياخذ جنطتها ويقولها ارجعي. يعني الخاطف صار علني بالكاميرا، تقدر تشوف وجه الخاطف وما حد يقدر يحكي وياه. هو مثل ما تفضلت حضرتك استاذ افل. نعم. يعني هذول اللي دا يخطفون هم مدعومين من احزابهم اللا اسلاميه اللي متواجده بالعراق. يعني انا احكي لك على موضوع يمكن كل العالم عرف به، هنا بتركيا انخطفت طفله عمرها 4 سنوات. نعم. يعني الحكومه انخطفت، القوات الامنيه مالتهم الطائرات تكرم الكلاب البوليسيه، واخر في اخر في لما اسروا الطفله، لو كانت طبعا هي مقتوله بوقتها، اسروا الطفله طلع وزير الداخليه بنفسه يدز تعزيه الوالد الطفله. لاحظ حضرتك طفله 4 سنوات واحنا الجثث متناثره بكل ارض العراق. نعم. كل مكان بالعراق تلقي جثث. يقتلون قتل علني قدام القوات الامنيه وقدام الجيش وقدام المسؤولين، وما حد يقولهم انتم ايش تسوون. هي هاي الحريه اللي يتحدث عنها هذا المجرم الفاسد. نعم. حريه تعاطي المخدرات اللي تدخل للعراق من السياده الايرانيين. لو اجل لكم حريه انتشار الدعاره وبعلم المعممين وبإشراف مباشر منهم، لو حرية تهجير أكثر من 7 ملايين مواطن عراقي بالداخل وبالخارج. نعم. حرية نهبهم لأموال الشعب، طبعا هو يتحدث عن حرية، ولأن هو دا يعيش أحسن عيشة، وهو قبل 2003 وين كان وكان يملك هو؟ أنا متأكد حتى صوبة نفطية يتحمى عليها هو وعائلته ما كان يملكها. وهسه تلقي قصرة وقطور اللي يجوي وياه يتنعمون بالتدفئة بالشتاء والتبريد بالصيف. أبو ناصر محروم من الكهرباء. أبو ناصر، محسن عبد الحكيم جدة العمار الحكيم مات ميت بغرفة بالنجف ما عنده إيجارها. رحم الله والديه. خلي يرجعون التاريخهم، خلي يشوفون أجدادهم وين كانوا، وهم بالذات خلي يرجعون التاريخهم هذا القريب اللي كانوا بيه بإيران لما كانت إيران تدمغ على روسهم وتوجههم وتقولهم سووا فلان شيء وفلان شيء، وزير الداخلية وهذه العامري وهذا المالكي والبقية اللي كانوا مهزومين بدول العالم. نعم. وكلهم كانوا هذا مو إبراهيم الجعفري، كانت الحكومة البريطانية تدفع إيجار الشقة مالته وهو عنده حالة نفسية، وهسه صاير وزير خارجية العراق. هاي بأي دولة هاي عندنا واحد مقبول يصير وزير خارجية الدولة؟
بأي دولة من دول العالم، هي هاي الحرية، يجيبون وين ما كل فاسد وين ما كل الفاسق يخلوه بمنصب سيادي. حرية شنو اللي يتحدث عنها؟ حرية العشائر اللي تمتلك أسلحة أكثر مما يمتلك فيلق بالجيش العراقي؟ أي حرية يتحدث عنها هذا الفاسد المجرم؟ صحيح. حرية نهب الأموال مال المواطن؟ نعم. اللي يحمل شهادة عليا وفاتح له بصة بشتورجة يعيش بها عائلته، وهو وأمثاله يتنعمون بخيرات البلد. والله العظيم لو إذا ما يقوم الشعب ضدهم بثورة وينهيهم من الجذر، وخصوصا هذول المعممين اللي دمروا البلد. نعم. فتاواهم هاي اللي خلت العراقي يطلع من بيته يروح على باب رزقه يتلفت منه ومنه، خاف واحد يجي خطفه او واحد يجي قتله. هي هاي الحريه اللي يتحدثها عنها هذا المجرم. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا عليه. شكرا يوم. شكرا ابو ناصر. قبل ما اخذ فاصل عندي اتصال من السعوديه. ابو فيصل حياك الله. ابو فيصل معي. عليكم السلام. الحمد لله، انت شلونك؟ الله يحفظك، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. والله تحيي لك وتحيي القناة الرافدين وتحيي الكادر القناة وتحيي المتصلين ابو ناصر والاخوان كلهم. تحيا والدوم. العراق ما العراق هو لهالحين في حال على ما قال حموده، هو لا دولة مثله في الاجرام. هو ليس دولة الحين، هو ميليشيات ارهابية من الإرهابي يحيى الحوثي والإرهابي الإيراني وميليشيات ومجرمين الشعب العراقي. نحيي أهل بغداد ونحيي أهل الأنبار ونحيي أهل الموصل ونحيي أهل صلاح الدين ونحيي أهل نينوى والحدبة. أما الباقي هذه مع احترامنا طبعا للشعب العراقي، كل طوائفه عصابات مجرمة تنهب أموال العراق. وتحيي لك وتحيي قناة الرافدين. حياك الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم البرنامج. عندي دراسة عن المياه في العراق، أريد أحكي بها شوية، لأن أزمة المياه يعني مؤذية إلى الشعب العراقي ومؤذية إلى العراق بشكل عام. فاصل ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ بالواتسابات قبل ما أبدأ بالدراسة، بس أريد أقول أخويا من الإمارات، هو دائما يكتب اسمه مبروك الإمارات، يعني نفس الرسالة دزيتها 10 مرات وهي طويلة جدا. راح أقرأ مقتطف من أدها على مود يعني أوصل رسالتك. يقول: أخي، ما يحدث في العراق من اللامعقول لأن يصنفه مؤرخ المستقبل مستشفى للمجانين أحداث متداخلة مع صخب وهياج وتناقضات سياسية واجتماعية لا نهاية لها، وشخوص لا يمكن أن يتخيل المرء أنهم يحكمون العراق سنوات طوال باسم الديمقراطية الكاذبة. يعني رسالة طويلة جدا لا أستطيع قراءتها كاملا لأن الرسالة راح تأخذ مني برنامج، أعتذر منك أخوي العزيز. شخص يقول: أخ أفل، هو العيب على هذا المعمم التافه اللي ينزع العمامة ويلبس قاط بالخارج، ليش تشم الأبرياء والأيتام والأرامل والمهجرين والمسجونين حوبتهم برقبة منه؟ إذا كل القتل والسرقة لأملاك السنة تحت رابة آل البيت، هل أكو شخص ينكر ذلك؟ لكن الشعب القطيع اللي يهتف علي وياك علي صار 15 سنة هو من نفذ المخطط الطائفي وقبل به، وليس الجميع ولكن الأغلبية منهم. المن يشبه أي شعب بالعالم؟ والله شعب ما يخجل من هذا الأمر غريب عجيب. السلام عليكم أخي. هؤلاء الأحزاب السياسيين مجرمين وقتلوا، دمروا العراق وقتلوا أبنائهم ولاءهم إلى إيران، وهم لا يمثلون الشعب العراقي لأن ما يهمهم سوى إرضاء أسيادهم العجم. الآن ناشرين أخوة في محافظة البصرة مواجهات بين متظاهرين عزل وقوات الجيش، ووجود عدد كبير من الجرحى
لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى من الأخوان اللي دز رسالة يكتب لنا اسمه على مود نعرف. يقول محمد عوض من مصر: حياك الله أخوي، أنا أشكرك على هذا البرنامج، ولكن تاريخ العراق محفور في الصخر وعقول المخلصين في العالم. أخي من عقب أبو عداي أقرأ على العراق السلام، أتمنى أعرف اسمك، وقلت الجميع أتمنى يقولون أسماءهم. ابن ميسان: تتساءلون لماذا لا يتحرك الشعب؟ لأن الشعب حجم دوره بسبب هيمنة الحثالات المعممين وما يسموهم شيوخ العشائر الذين استفادوا من هذا الزمن الأغبر، فمنهم يتقاضى راتب السجناء السياسيين أو منتسبي أسماء العشائر، ومن مات في إيران موت طبيعي لكل الأعمار، وطبعا هؤلاء يتفانون في الدفاع عن العملية السياسية القذرة. يقول ملاحظة: احنا بأربيل وعدهم بير مال مي، وكل 48 ساعة ينطون ساعتين متنا حر وماكو مي، اتخيل. وقالوا السلام عليكم، انا من ايران. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اكتب لنا رسالتك اخويا من ايران. احمد من بغداد ويانا على الهاتف، حياك الله احمد. السلام عليكم استاذ اسهل، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ اسهل، اني اشهد لك بانه اللي حكموا العراق وانه ذولا كلهم من العمائم. نعم. هذول المتعصبين من العمائم الذين يدعون بالاسلام ويدعون بالمذهب الشيعي انهم كلهم منافقين، والله شاهد على ما اقوله. نعم. والله شاهد بانهم منافقين منافقين، وانا اؤمن بان الله يعذبهم مرتين. زين، كلهم منافقين واثبتوا فاشلين. ولو اقول لك، لو اقول لك اخجل اتكلم لربما تقول كاذب، لو اقول لك شو يسوون دول، شو يسوون افعال افعال يعني ما اقدر اتكلم بها لانه ما صدق. اني شاهد على هذا، ولكن اني اريد العدل، اريد الانصاف، الله يحب الانصاف. نعم. اريد تتكلم لنا كذلك على 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 على, على, على الاموال اللي هاي اللي ياخذوها اولاد صدام، منين جابوها؟ بس ارجع بس اريد الانصاف. انا مو انصفتك، قلت لك الشيعة منافقين سراقين. باوع يعني بس ايه؟ باوع هسه ايه؟ ما راح احكي، راح تقول لي انت تدافع عنهم. اي لا، اريد الانصاف، اريد الانصاف، لان انت سنه والجماعه، انت سنه والجماعه الانصاف. تريد الانصاف؟ اي الانصاف. ما عندهم ولا فلس. الانصاف الله ما عندهم ولا فلس. ما عندهم ولا فلس. ما عندهم ولا فلس. تريد الانصاف لو ابن عمي؟ مو قلت لك ايش ما راح احكي، راح اذا كان اذا كان اسمعني اسمعني، ماكو مشكله، ماكو مشكله، اسمعني. هذول ما عندهم فلوس. اريدك تقول لي، اريدك تقول لي اكو معمل مال زجاج، اكو معمل مال زجاج بالانبار. نعم. قول لي ذول شيوخ الانبار منين جابوا هاي الفلوس؟ اكو معمل مال زجاج. والله يا اخوي انا مو محامي، انا مو محامي عن كل واحد بالعراق حتى اجاوبك كل واحد، لكن شو بس اعطيني مجال، اعطيني مجال. لكن الشيوخ العشائر، الشيوخ العشائر معروف عنهم انهم يملكون من الاموال الكثير من زمان. تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ اكو معمل مال زجاج، اكو معمل مال زجاج يا اخويا. بس اعطيني مجال، هو اعطيني مجال اجاوبك وترتاح. اي تفضل. زين، الشيوخ العشائر عندهم اموال، لكن انت سالتني عن اولاد رئيس الجمهوريه السابق، راح اقول لك بنات اثنين بالاردن عايشين على نفقه الحكومه الاردنيه، وزوجته وبنته بقطر عايشين على على نفقة الحكومة القطرية. إذا هم الدول تقول هكذا والأمم المتحدة تقول هكذا وقطر والأردن يقولون ذول عايشين على نفقتنا، فأني جاوبتك من هذا المنطلق. مو أنا تريد أقول لك عايشين تشتغل بالعراق، تريد أقول لك شنو تشتغل؟ مو التريلات طلعت، التريلات طلعها صدام قبل ما يصفر، طلعها لنا أولاده. التريلات، التريلات طلعوها الدولارات. يا رجل الإنصاف، الإنصاف، البلد، البلد ما يتقدم الا ما تقول بالانصاف. كل شيوخ العشائر عندهم اموال. زين زين، لا لا لا، اكو معمل مال زجاج. تقول لي مين؟ احمد، 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 انت شلبت لي معمل زجاج وشلبت لي باولاد الرئيس السابق. بس اوقف، اريد العدل، اريد الانصاف. مو قلت لك انا راح اسالك، قلت لك انا راح اسالك، واذا انت منصف جاوبني. اي والله منصف، والله قسما بالقران منصف. لعن الله كل منافق، الا لعنة الله على كل منافق. اسمعني يا اخوي، اسمعني يا احمد، لا تاخذنا بالعياط والصياح والحكي، بس خلينا نحكي بهدوء. انت تقول انا منصف. اي أوكي؟ والله عوف اللي مضى. الله ما يحب المنافقين. عوف اللي مضى، اللي صار قبل، اللي باق واللي ما اعرف شنو. بس اسمعني يا اخويا. اي تفضل. اسمعني زين، تفضل. اريد اسالك سؤال واحد، حال العراق هسه عاجبك؟ العراق؟ اي شوف، شوف العراق، العراق اهم شيء، اهم شيء يكون بالعدل، العدل، العدل. ماذا تجاوبني؟ حال العراق عاجبك لو لا؟ طبعا لا، طبعا دول، مو قلت لك دول منافقين، دول سرقوا البلاد باسم الدين. زين. يقولون ماكو ولي الا علي. سالت على معمل، سالت على معمل الزجاج. اعطيني مجال. نعم. سالت على معمل الزجاج. تفضل.
قل لي مقتدى الصدر عمار حكيم وذول الشلة التعبان اللي قاعدين ده يحكمون واحدهم ما كان يملك بيت صحيح. تقدر تقول لي ملكيتهم هسه منين؟ أعيد لك، هذول منافقين، هذول الله راح يعذبهم مرتين، لأن أنا أؤمن بالقرآن، أؤمن بالقرآن، الله المنافقين يقول سنعذبهم مرتين يا رجل، أنا أقول لك هذول منافقين، زين. الشيعة منافقين. زين، راح أسألك سؤال الأخ، العراق بالتسعينات كان عايش بحصار، بس أكو حصة تموينية، مفخخات ماكو، جرائم بهالكم اللي دا يصير هسه ماكو، هواية أمور لا. اللي صارت هسه ورا الاحتلال ورا الديمقراطية والحرية اللي جابوا لنا إياها على ظهر الدبابة الأمريكية كانت ماكو، لكن صار العراق بحرية، انشال من البند السابع، رجع الطيران ورجع كل شيء يشتغل، صناعة ماكو، زراعة ماكو، إيدز. أنا راح أجيبك شو أجيبك؟ اسمعني، إيدز، مخدرات. العراق أكبر جسر جوي لتهريب المخدرات والأسلحة إلى جميع بقاع الأرض. أنا أجيبك. زين. أنا سأجيبك. جيب. أنا سأجيبك. جاوب. شوف هذا اللي تقولون عليه شهيد اللي سوى 250 مقبرة جماعية بالشيعة. هذا اللي تقول عليه شهيد واللي ما يعرف من أبوه. أتحداك إذا قلت لي من أبوه. من هو؟ لحظة أوقف من هو؟ هذا يقولون الشهيد البطل. هذا تقول الشهيد بطل ما يعرف من أبوه أتحداك إذا قلت لي من أبوه من هو؟ أي واحد يطلع من هو؟ لحظة أوقف من هو؟ هذا اللي تقول عليه شهيد وبطل وتقول عليه هو هذا اللي هذا صدام أتحداك إذا طلعت لي من أبوه أتحداك لحظة أحمد هذا بنزله أحمد تفضل أنت تفتر فضل. تفتر وترجعني عليه أتحداك إذا في يوم من الأيام من تأسست قناة الرافدين لليوم طلعت هاي الكلمة على الشاشة أتحداك ما تقولون شهيد لا النهار كله قبلوا تقولوا شهيد أسألك سؤال جاوبني بحق هذا السنة والجماعة أنت اللي هاي السنة والجماعة أحلفك بأبو هريرة أحلفك بعائشة زين أسألك سؤال حلفني بالله هذا صدام فعل بمدير مدير الخطوط الجوية العراقية فعل بمرته وزوجها بالقوة طلقها وطلقها لو واحد يسوي بيك بس قولي شلون شهيد هذا بس قولي هذا شهيد شلون بس قولي شلون شهيد أخ أحمد يعني طبعا. يبدو أنه أنت قافل على جهة معينة سألتك سؤال أنت رجعت بلحظة أوقف يعني أنا يا تريدني أقطع الاتصال وأنهي الموضوع لا يا أنك تقطع الاتصال أنت سنة وجماعة الحق أخوي الله يخليك الله يخليك أني صدام حسين عوفة لا شو هذا التهجير وال200 مقبرة 250 مقبرة جماعية وقتل العلماء اقطعوا لي الاتصال اخوان اقطعوا لي الاتصال اعتذر منك اخ احمد يعني الميليشيات ما تسوي مقابر جماعية بالموصل ماكو مقابر جماعية بدياله ماكو مقابر جماعية هسه انعدم بال2006 وراح وانتم ترجعون تقولون صدام حسين يا اخويا احنا بدنا نحكي بوضع العراق هسه بدنا نحكي هسه النهر اللي جف انتوا تحجون السنه والسنه قبل ما اخذ ابو عبد الله من لندن تاخرت عليه واعذرني اسمع اخ احمد ايران بناء سد على نهر الوند واتبعته بثلاثه سدود تحويليه على نفس النهر واغلاق النهر عن العراق تحويل مياه نهر سيوان والذي هو احد فروع نهر دياله بناء سدود على الوديان الموسميه قرب الحدود العراقيه لحجز مياهها لتضمن عدم عبورها الى الاراضي العراقيه بناء سدود على نهر كرخه لتحويل مياهها إنشاء مشاريع على نهر الكارون وتحويل مياهه إلى داخل إيران وقطع المياه عن العراق أكو واحد بيكم طلع وقال آني منصف وحكي على هاي المي كلها قالت سد أليسو وطلعت الحكومة التركية وقالت يابا احنا بلغنا من 10 أشهر ووقف لمدة شهر قال أعطي مهلة جديدة للحكومة العراقية أنه تسوي إجراء وكل شيء ما سوى ولا سياسي دا يحكي قلوا لي من 2003 لليوم ميزانيات العراق ايش قد بس قبل ما اكمل ابو عبد الله من لندن تاخرت عليك حياك الله ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعتذر منك اخويا ولا يهمك اخويا تفضل شكرا انا اريد عجاله على هذا الاخ احمد هو اقر قال احنا الشيعة منافقين صح ولا لا هو اقر نعم. ونفاقهم مرجعهم السيستاني يقول لا تقولوا إخواننا السنة وقولوا أنفسنا ويطلع ذاك المهندس يقول أهل فلوجة والرمادي ورم سرطان يجب أن يستأصل ويأتي قيس الخزعلي يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد فيقتل الناس الأبرياء
على اساس ان السنه يخلدون يعني عقائديا في يزيد او ما، يعني نحن يعني نتقرب الى الله بحب الامام حسين. وياتي مالكي ايضا يقول يعني كلام تناقض شديد، يقول نحن اخذنا الحكم وما نعطيها. فاخي الكريم، هذا هو نفاقهم. وايام صدام كان يعني مدينه الصدر مدينه الثوره كلهم شيعه كلهم بعثيين، وحتى مطربي صدام هذا هياس خضر مع حسين نعمه كلهم كانوا يرقصون ويغنون لصدام للنظام السابق. اكثر من 80% من البعثيين من الشيعة. ابو عبد الله ذيك حقبه وانتهت، ذولا اجوا قالوا احنا لانهاء الدكتاتوريه في العراق مثل ما يقولون، هم جوا لابداء الحريه في العراق، ايش سووا؟ اخي ايش سووا؟ سووا اللي الناس يرى جرائمهم صوره وصوت. الحريه والديمقراطيه اللي يتكلم عنها همام حمودي على مدار السنه، يا حرم تبع لو جرينا من بصره مشي على الاقدام الى كربلاء ونجف او من شو اسمه من ديالى او مناطق اخرى من العراق، وفي الطريق يسوون مساج لهم يبوسون قدام والله انه تربه الحسين او شيء. هذا على مدار السنه الاصليات وعزاء هذا الحريه والديمقراطيه اللي يتكلمون فيها، وياتون هؤلاء المساكين الجهله ياتون القبور ويرمون بالاموال بالقبور، وياتي من ياخذ الاموال؟ ياتي سستاني ومراجع السستاني والصدر. وطيب لماذا يتقاتل جماعه الصدر مع المالكي على اي اساس؟ هم يقولون الدم الشيعي خط احمر اللي كانوا يتقاتلون بالاشياء صدر وغدر، اليس من اجل اليس من اجل المال؟ اليس من اجل الاتاوات؟ طيب هم خلافهم يعني هنا تناقضات شديده. فاي اي ديمقراطيه اي حريه على يعني الناس مساكين يعيشون يعني صوره وصوت جرائمهم والوضع العراقي، يعني حتى يعني افريقيا دول افريقيا احسن من العراق، يعني لما ينزل مطر تشوف لازم يعني ناس يعني بغداد يغرق بالماء. نعم بغداد الجميله، يعني اي حريه اي ديمقراطيه. ابو عبد الله نعم انا احب اعتذر منك بس عندنا متصلين كثير اريد اخذهم وياي بالبرنامج وما بقى عندي وقت كثير. شكرا جزيلا لك. كان المفروض عبد الرحمن بغداد يدخل ويانا، للاسف انقطع الاتصال. عبد الله من البصره ويانا، حياك الله يا عبد الله. عبد الله عبد الله تسمعني؟ يبدو ان الاتصال انقطع. يعني ما اعرف أنا ليش الجماعة من يدخلون ويحجون لازم يأخذون بعيد. أنا أقول له الوضع هسه، يقول لي لا قبل، وقلت له ما راح أحكي راح يقول أنت الدافع، وقلت له ما راح أحكي ما راح يعجبك لأن مبين هو شنو. بس أرد أسأله سؤال، عوف ذيك الحقبة أنتوا تقولون هاي الحكومة جتي لإنهاء الدكتاتورية في العراق وبناء دولة ديمقراطية مدنية، هذا ما قالوا لنا إياه، وين المدنية وين الديمقراطية بالموضوع؟ 15 سنة ميزانيات العراق إذا تحسبها 1,000 مليار دولار حسب ما مذكور، 1,000 مليار دولار وين؟ رصيف بالناصرية، رصف مقرنص اللي هو بس تصفيط رمل وتصفيط كلف 5 مليار وشوية، وبرج خليفة بالإمارات كلف 5 مليار وشوية. يعني رصيف وبرج خليفة اللي دا يجيب أموال للإمارات بلاوي نفس السعر. يا اخوي انت تقول اريد اصير منصف، تريد تصير منصف، المي اللي ما يجي للشعب شنو؟ المي المالح اللي دا يجي للبصره شنو؟ المي الحار اللي دا ينزل بالبواري شنو؟ الكهرباء الماكو شنو؟ الاطفال اللي دا ينكتلون يوميا شنو؟ التهجير شنو؟ ابو فهد من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ الحمد لله. استاذ بس عند رد على احمد هسه طلع يحكي على مول صدام حسين. ما اريد اقول لك ابو فهد ما اريد ندخل بهاي الحقبه ارجوك. يعني هسه انا مو اتوقع انه يحكي على يقول لك على الفئه 250 واحد، هو ما يحكي على سبايكر، ما يحكي على مزيبز، ما يحكي على قرطه، ما يحكي على صلاح الدين، ما يحكي على هاي صار بين قتله. نعم. يعني من حشى صدام حسين قتل 250 واحد تنهم مقبره هاي سوى مع علي محاوله اغتيال وقتلهم، ما احنا كنا ما رضينا الانبار ما رضينا على هذا الشيء صار عليه.
بس هو ما يحكي على هذا الشيء صار بيهم، ما يحكي على زيبز من ايش طلعت من عندهم فيها وما ادري ايش قد هسع الحد اللي جثتهم ما لقوها اشوى دوله سلم اللي قبل اللي انفذت بس هاي جثث ما لقوها. يعني ما حكي على مال السبايكر اللي هم نفس يجيهم اذبحهم ولدهم بسبايكر. من سلمها؟ من سلمها؟ صلاح الدين من سلمها؟ هاي الدرمة من سلم بها؟ بس حتى جثث جاء يطلعون من عندها قبل اسبوعين طلعوا من عندها 280 جثه بالجا والقاع داخلينها. نعم. يعني ما حكي هو ما يحكي على هذا الحكي؟ نعم. ما الرمادي ما الامطار ما يعني هاي تزعل وهاي ما تزعل. نعم. استقلاويه بس دفن من عائله واحده 60 بس بنوها دفن بالهم بالحياه. ميليشيات وايران وغير ايران يعني اشكرك يا استاذي. شكرا لك ابو فهد من الرمادي. ابو محمد من محافظه صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم اخ الحديد. عليكم السلام ورحمه الله. نحييك ونحيي قناتكم. حياك الله. الله يكون من حسناتكم فضح حكومه فاشله وكل من عاودهم كل من ساندهم وكل من وقف الجانب. وبس سيد اذكر المتصل اكل وكل واحد على تاكلته الآية القرآن الكريمة اللي تقول قبل لا مشي تقديم ولا تركب الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من الله من أولياء وما لا توصف. أخي العزيز يعني بس أريد كل شريف كل عراقي شريف وكل مواطن عراقي شريف يقول هذا العراق صدق بلدي وقلبي عليه محروق عليه قلبي أقول له بس اقرأ هاي الأرض وتمعن بيها. فكل من ركن إلى هذول الظلمة من الحكام الصفويين اللي جوه وحكمونا بالسيف وبالنار خلي بس يتذكرون هاي الآية ما تقولش من عندهم خلي يعرفوا شنو معناها. كل من ركن إلهم كل من ساندهم من الشيعة والسنة والأكراد أو واحد كان في العراق يعني ركن إلهم فهو مثل هو محاسب أمام الله سبحانه وتعالى وغدا ان شاء الله سبحانه وتعالى الله يحاسبهم حساب عسير. وتلك الايام يداولوها كل يعني لا يحسبوا انهم يعني هسه في معزل وهم الان يسيرون ويطيرون وهم السلطه لهم والسطوه لهم والسلاح لهم كل شيء لهم. لا بالعكس الله سبحانه وتعالى ولا تحسبك الله غافل عما يعمل الظالمون. أبو محمد أعتذر يعني أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك من محافظة صلاح الدين. هذا راح يكون آخر اتصال ويانا. الواتسابات كثيرة بس يعني أكو الأخوة إدارة برنامج الساعة 12 اسمه برنامج صوتكم مو برنامج الساعة 12 مع جل احترامنا للأخ مقدم البرنامج السيد رفل أنا اسمي أفل وليس رفل يقول المفروض بمقدم البرنامج يستمع من الآخرين بما يفيد المستمع. والله حاولت أستمع إلى الكل. إذا حضرتك معترض على اتصال أحمد سألني سؤال وسألت سؤال وكان حوار لأنه هذا الشخص وأمثاله كثيرين وغير الطرف الضد من عنده إذا ما نأخذ الحوار وياهم ما نسمع منهم ونجاوبهم راح تقولون علينا غير كلام. يقول وليس الدخول بمهاترات أنا ما دخلت بمهاترة حاولت أجاوبه سألني جاوبته وسألته وما جاوب. نعم. يقول ويعيب عليه يسهب بالكلام الغير مجدي. ما أعرف الله أنا حكيت بسهاب أو لا لكن أنا ذكرت حقائق إن كان ذكرت الزمن الملكي ولا كان ذكرت الحالي ولا كان ذكرت أرقام حول ما يحصل الآن من 2003 إلى اليوم أو يجوز ذكري إلى ما قامت بإيران من بناء سدود على الأنهار هو اللي أزعجك. فأني لا أذكر أنه أسهبت في كلام غير مجدي. أنا ذكرت حقائق تحصل في العراق من مصائب تؤدي إلى خراب البلد. البلد يجف البلد ينتهي مخدرات بكثرة قتل بلاوي عصابات يومية طالعت لنا عصابة جديدة وما تعرف عصابة خطف أطفال عصابة إتجار بالبشر عصابات قتل عصابات قتل منظم كثير من العصابات. فأنا مدى أحاول أسهف في كلامي. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى اللقاء.